حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى مخاطبا البشر مذكرا إياهم بنعمه عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني الأرض مرت بفترات فساد بيئي، كان الجو ملوثا، كانت فاسدة لا تصلح لحياتك أيها الإنسان، فأصلحها الله لك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الآية تفسرها آية أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هنا أيها الأحبة من المعاني الكثيرة، هناك معنى التلوث البيئي، الفساد البيئي هذا، لأن الله يقول في البر والبحر. في البحر هناك فساد بالفعل، هناك تلوث كبير جدا في البحر، آلاف المخلوقات البحرية تموت وتنقرض، وهناك تلوث في البر وفي الجو وفي الماء. أمرك الله ألا تلوث هذه الأرض. هذه آية تأمرنا بالحفاظ على البيئة. أنا أخاطب أولئك المشككين الذين يقولون إن الإسلام جاء ليدمر. لا، الإسلام جاء ليحافظ على البيئة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من معاني الفساد هنا الإفساد البيئي، يعني مثل هذه الحروب نهى الله عنها، التجارب النووية وغير ذلك، كلها تلوث وتدمر البيئة، وهي خلاف الأمر الإلهي. اليوم أيها الأحبة أحببت أنا أن أتأمل معكم اكتشافا علميا يقول: القارة القطبية أو القطب المتجمد الجنوبي قذف قبل أكثر من 400,000 سنة بنيزك كبير جدا، لو أنه سقط اليوم لأفنى الحياة على ظهر الأرض. من رحمة الله أنه سقط أين؟ في القطب المتجمد الجنوبي، قارة معزولة سقط، لم تؤثر كثيرا، ربما أثرت على الحياة المحيطة بهذه المنطقة. الحقيقة أيها الأحبة هذا خبر علمي من موقع ساينس نيوز. منذ 430,000 سنة حدثت انفجار ضخم جدا نتيجة سقوط نيزك، صخرة كبيرة جدا تحطمت على بعد حوالي 100 إلى 150 مترا أثناء اختراقها للغلاف الجوي فوق القارة القطبية الجنوبية. هذا البحث منشور عام 2021 في 31/3، يعني حديث جدا أيها الأحبة. أنا مثل هذه الأبحاث أحبتي في الله دائما تذكرني بنعمة الله. طبعا هم كيف عثروا؟ عثروا على هذه الأجزاء الصغيرة أحبتي في الله، هذه الأجزاء الصغيرة جدا عثروا عليها، وهي يعني بحدود 100 ميكرومتر، يعني جزء من المليمتر، أقل من المليمتر بكثير أيها الأحبة. هذه الجزيئات التي عثر عليها تبين أنها بقايا لانفجار حصل قبل 430,000 سنة وأوقع يعني دمارا هائلا في تلك المنطقة. يقولون هم يعني لو أن حجرا بهذا الحجم سقط اليوم سيؤدي إلى أضرار جسيمة بمنطقة يبلغ عرضها 100 الكيلومترات، ولن تستطيع أن تنجو، لأن زمن وصول هذه القذيفة الكونية أو هذا النيزك أو هذه الحجارة الكونية، زمن نزولها من الغلاف الجوي إلى الأرض ثواني، خلال ثوان تصبح فوق رؤوسنا، لا نستطيع أن نهرب، وتغطي 100 الكيلومترات، يعني لن تستطيع أن تهرب 100 الكيلومترات خلال ثواني أو دقائق. وبالتالي أيها الأحبة العلماء يتساءلون ما الذي يمنع هذه النيازك وهي بالمليارات موجودة من حولنا، ما الذي يمنعها من السقوط على هذه الأرض؟
لماذا اختار هذا النيزك أن يسقط في منطقة غير مأهولة؟ لماذا معظم النيازك تسقط في مناطق في البحر وفي الصحراء ومناطق غير مأهولة؟ الجواب لدينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، هذا من رحمة الله، والله يا أحبتي من رحمة الله بنا. كل الحسابات الهندسية والرياضية فاشلة، لا تستطيع أن تتنبأ لماذا هذه الحجارة تسقط بعيدا عن مناطق مأهولة. يعني حسب نظرية الاحتمالات إذا سقط في العام مثلا 100 نيزك أو 1000 نيزك أو 10000 نيزك وقمت بتوزيعها على الأرض، يجب أن يكون المناطق المأهولة لها نصيب ولو 1%، ولكن سبحان الله نادرا ما تصيب البشر. حتى إن أحد العلماء قال هناك شيء سر غامض، نحن نقول هذا السر موجود في كتاب ربنا الذي قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تميل وتضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هذا هو الحاصب أيها الأحبة، فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير والحمد لله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.